السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب طبعا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله النهاردة نتعلم سوا إزاي الكويز الجديد اللي احنا هنشتغل عليه أو النظام بتاع الكويزات الجديدة بإذن الله هيكون واخد أنهي شكل بالظبط من الأشكال الجديدة. طبعا هيكون في اختلاف بسيط جدا ما بين الكويز اللي فات والكويز الجديد، لأن هنستعمل إن شاء الله في منصة مختلفة بتستعملها عدد من الجامعات الدولية، عدد من المنظمات التعليمية والمشهورة جدا حول العالم، واللي موجودة سواء كانت موجودة في مصر أو موجودة في العالم أو موجودة في بعض الدول العربية. وده هيدينا مور اوبشنز، يعني هيدينا خيارات افضل وهيدينا امكانيات احسن. زي مثلا دلوقتي ان شاء الله هنقدر ان احنا نمتحن الكويز العادي والكويز التعويضي في نفس الوقت، يعني انا ممكن بعد ما اخلص بعد كده الكويز العادي وممكن اخش مرة تانية وامتحن الكويز التاني اللي هو كويز التعويضي بدل ما كنا عاملينه في يوم منفصل، بحيث ان يبقى الاستعداد كامل من خلال ترايل 1 وترايل 2، وفي نفس الوقت هيكون في ترايل 3 فور تريننج اونلي، يعني مرة كمان، يعني انت تقدر تدخل على النموذج 3 مرات. اول مرة ترايل 1 اللي هي دخولك العادي، ترايل 2 هي التعويضية، ترايل 3 مش هيبقى اسمها ترايل 3، هيبقى فور تريننج اونلي، يعني لو انت عايز تخش على الترايل اونلي دي علشان تشتغل عليها بحيث انك تتمرن على الحاجة دي او تختبر نفسك باسلوب تاني. هنبدأ ان شاء الله مع بعض. طبعا اللينك هيكون موجود لحضراتكم مثلا على الواتساب او اي حاجة، تنسخ اللينك او هتضغط عليه بهذا الشكل. اللينك طبعا هيفتح معاك، هيقول لك ده الاختبار التعويضي، هقول له تمام. هيطلب مني مثلا الايميل، ممكن ادخل الايميل واستقبل رسالة على الايميل، بس انا ما بفضلش كده، انا بفضل ان انا هقول له ساين از ويز جوجل. بيقول لي هتدخل بانهي حساب. طبعا لو حضرتك مش عارف الحساب اللي انت، يعني لو مش مسجل دخول، هتبقى الشاشة بهذا الشكل، هتضغط الايميل وبعد كده هتكتب الباسورد وبعد كده هتضغط تكست. هيبتدي معاك يقول لك الشاشة اللي احنا عارفينها اللي هي هيجي فيها صور جيت ستارت. طبعا هيبقى متوضح لحضرتك طبعا زمن اللي بالاختبار، بمجرد ما تضغط على جيت ستارتد هيبدأ معاك العد للامتحان. هنبدأ مثلا على بركة الله ونقول جيت ستارتد، بدأ يفتح معايا. طبعا الشاشة مختلفة شوية، ده التايمر موجود فوق، التايمر ده اللون الخاص بيه ده بس هو اللي هيتغير للون الأحمر لما هيحصل، مش الشريط كامل، لأ مجرد التايمر بس. فهكتب مثلا الإيميل، رقم الكشف مثلا كنت رقم 1 مثلا، والاسم تكتب الاسم الخاص بحضرتك مفيش اي مشكلة. بعد كده نوع الاختبار، بيقول لك هو انت داخل البرادي دي هل هي ترايل 1 ولا ترايل 2 ولا ترايل 4 تريننج. طبعا في ترايل 4 تريننج، يعني لو انا داخل اول مرة هختار كلمة ترايل 1، طب لو انا هختار داخل المرة التانية هختار كلمة ترايل 2، طيب لو انا داخل اجرب نفسي او هختبر نفسي اختبار عادي بسيط جدا هختار كلمة تريننج اونلي. بعد ما هضغط على كلمة نيكست، بعد كده انا خلاص مليت البيانات دي، هضغط على نيكست. بمجرد ما هضغط على نيكست هيظهر معايا الاختبار بتاعي، هيكون الاسئلة بتاعتي طبعا زي ما احنا متفقين ان الاسئلة بتكون مختلفة، وبتكون الاسئلة طبعا مش نفس الاسئلة، بتكون دي حاجة دي حاجة دي حاجة مثلا، مش في اي مشكلة بالنسبة لي. اختيار مثلا السؤال طبعا هيبقى موجود، وبعد كده الاختيارات بتاعته، السؤال الاول موجود واختيار من بتاعته وهو اختيار من المتعدد، وبعد كده هضغط على سبميت. بيقول لي الفيو عايز تشوف الانسرز بتاعتك، هقول له تمام. طبعا هتلاقي ان الانسرز هنا بدون درجات، يعني الانسرز هتكون مش موجود الاجابة الدرجة المرة دي، لا انت هتمتحن وهتشوف نفسك في اجابات الاسئلة، وبعد كده ان شاء الله بعد انتهاء مدة الاختبار احنا بقى هنظهر الدرجات والتصحيح. ويا ريت يفضل طبعا ان انت تاخد سكرين شوت
لإجاباتك بحيث إنها تكون معاك تحتفظ بيها، علشان إيه؟ لو حصل خطأ، وإن شاء الله ما فيش خطأ، يعني تراجع معانا الإيه الإجابة وتشوف هو ده كانت صح ليه أو خطأ ليه. طبعا لو أنت على الديسكتوب حضرتك بتاخد السكرين شوت عبارة عن زرار الويندوز والشيفت والإس، بيعمل لك طبعا الشكل ده، وبعدين بتروح واخد الشكل ده هذا الشكل، وبعدين بتعمل لها سيف على مثلا الديسكتوب مثلا. دي كانت مثلا كانت ترايل 1 بالنسبة لي. طيب لو انا رحت رايح على الاختبار، نفس اللينك بتاع الاختبار، ورحت جاي فاتح، يقول لي اقول له هدخل من هنا، وبعدين مثلا ساعتها هيكون مثلا الايميل بتاعي موجود، فهقول له انا هدخل بالاسم ده، يقول لي get started، اقول له يلا get started تمام. بعد كده ابدا احط في هنا مثلا الاسم، وهنا مثلا نوع الاختبار هي trial 2، وبعد كده هحط مثلا رقم الكشف اللي يكون 15، وبعدين الايميل احط الايميل وبعدين هروح اقول له نيكست، وهبدا اظلل الاختيارات بتاعتي، وهترك طبعا الاختيار ده هسيبه مثلا ان هو مش مفعل، وهشوف هو لما هي ايه الميزة بقى الجديدة اللي علشانها كده الوقت اللي موجود داخل الاختبار عادي الوقت بالظبط، مفيش فيه وقت زيادة. ليه مفيش وقت زيادة المرة دي؟ علشان الكويز نفسه وانت شغال لو ما عملت السبميت هو هيسيف الإجابات بتاعتك وهيبعتها لنا، فهنشوف ده ان شاء الله بكده. وفي نفس الوقت نلاحظ شكل التايمر اللي هيتغير من اللون الجرين للون الأحمر في آخر دقيقة أو آخر 30 ثانية. هنبدأ دلوقتي طبعا إن أنا أسرع التايمر، بدأ التايمر دلوقتي ينبهني وبدأ يظهر في آخر دقيقة بيتلون التايمر باللون الأصفر، وخلال آخر 30 ثانية هيبدأ يتلون باللون الأحمر اللي هو بيعرفك إن حضرتك لازم تضغط على سبميت. طبعا الأضمن ليك إن أنت تضغط على سبميت، أما هو كده 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 هيعمل سبميت تلقائي، بس مضمنش برضو الإنترنت عندك يكون وضعه عامل ايه بالظبط، بس بنسبة كبيرة جدا الموضوع ده خلال زي ما احنا شايفين اخر 30 ثانية بدأ يلون حضرتك ويعمل لك نوع من الانيميشن بحيث انه يبين لك ان خلاص فاضل اقل من 20 ثانية علشان يسيف. لو خلينا متذكرين طبعا ان احنا اخترنا اول اختيارين، لكن الاختيار التالت مش عملناه، فهيعمل ايه معانا الاختبار؟ هو عمل مع نفسه سبميت وسيف اجابات الاختبار. طبعا لو جيت اشوف الحاجات اللي انا اخترتها الاقي ان هو سيف الاجابة بتاعتي، وفي هنا الاختيارات ما عدا ده السؤال اللي انا ما جاوبتش عليه، وهنا طبعا هتلاقي السؤال ده طبعا هيظهر لحضراتكم داخل الفورم، هو بنسبة كبيرة جدا مش هيظهر مع المنصة الجديدة، ولكن لو ظهر انا كاتب لك عليه من فضلك لا تجيب على هذا السؤال، دي حاجة خاصة بالفورم بيعمل عليها السيستم. ارجو طبعا التأكيد على ارقام الكشف، ان ارقام الكشف تكون مطابقة تماما لارقام الكشف اللي موجودة، وانا نشرت لحضراتكم الفايل اللي عليه ارقام الكشف. ارجو طبعا ان الجميع يلتزم بالاختبار، وزي ما قلنا الاختبار ده اولا واخيرا ليك، ثانيا زي ما اكدت على رقم الكشف الايميل بحيث ان باذن الله نقدر نتواصل مع حضراتكم لو حصلت اي مشكلة، وان شاء الله المرة دي مش هيحصل اي مشاكل خالص من اول دقيقة في زمن الاختبار باذن الله حتى اخر دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.